أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس في شرح لمادة الأسبوع الخامس عشر من كتاب التربية الإسلامية للصف السادس الفصل الدراسي الثاني. قبل أن نبدأ، لابد من التعريف بالأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس. إذن أهداف الدرس: شرح محتويات الأسبوع الخامس عشر مع شرح لكيفية تحقيق الربط بالمواد الأخرى. الموضوع الذي سنقوم بالحديث عنه وشرحه هو حديث نبوي شريف بعنوان فضل الصدقة والعفو والتواضع. سأقوم بقراءة هذا الحديث. بداية، سنربط هذا الموضوع بمادة اللغة العربية من خلال تفسير معاني المفردات الجديدة في هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أو إلا رفعه الله. لاحظ من هو راوي الحديث النبوي الشريف؟ هو أبو هريرة. هل تتذكر من هو أبو هريرة؟ نعم، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت. ما نوع الما هنا؟ إذن سنربط أيضا مع مادة اللغة العربية، هي ما النافية، ينفي أن تنقص الصدقة من مال. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، العفو. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إذن هناك ثلاث موضوعات سنتحدث عنها، هي الصدقة، العفو، والتواضع. وهذه الأمور هي من فضل الأعمال والأخلاق. ولكن ما المقصود بالصدقة؟ وما المقصود بالعفو؟ وما المقصود بالتواضع؟ دعونا نعرف كل واحدة منهما. جميعنا يعلم أن الصدقة هي إنفاق الأموال في وجوه الخير، كما مثلاً أن أعطي المال للفقراء والمساكين. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن مالنا لا ينقص إذا تصدق المسلم به في وجوه الخير، فالله تعالى يبارك فيه ويفتح للمتصدق أبواب الرزق في الدنيا ويدخر له الثواب العظيم في الآخرة. وقد كان الصحابة خير مثال لهذا الموضوع. ولكن إذا أردت أن أطرح سؤالاً، هل الصدقة هي نفسها الزكاة؟ بالطبع لا، الزكاة هي فرض يجب أن يؤديه المسلم إذا زادت أمواله عن مقدار محدد، يجب أن يخرج عنه زكاة أموال. أما الصدقة هي اختيارية، نقوم بتأديتها بالإنفاق على الفقراء والمساكين إذا أحببنا ذلك، فهي ليست إلزامية. أما العفو، العفو هو خلق يحبه الله تعالى والرسول. لماذا؟ ما المقصود بالعفو؟ هو التجاوز عن أخطاء الناس والصفح عنهم، وأن لا نقابل السيئة بالسيئة، وأن لا نسيء إلى الآخرين. عند تقديم الاعتذار لا يوجد بديل إلا العفو والتسامح إذا استطعنا، فلأن العفو يزيد صاحبه مكانا وشرفا بين الناس، وينال به رحمة الله تعالى ومغفرته، ونكتب محبة الآخرين. الخلق الثالث هو التواضع. ما المقصود بالتواضع؟ هو خلق إسلامي عكسه التكبر والغرور، أي نبتعد عن التكبر والغرور واحتقار الآخرين، فنصبح في قريبين من الناس، لينين الجانب، سهل التعامل، لا نستعلي عليهم بسبب نسب أو مال أو شرف مهنة مثلا، فنكون دائما حولهم. وقد بيّن الله تعالى أن الله يرفع قدر المتواضع ويعلي مكانته في الدنيا والآخرة، فإذا كان طالباً أحبه زملاؤه، معلماً كان الناس يقبلون على علمه، وقائداً أحبه من تولى قيادتهم وأطاعوا. لا تنسى أنك تستطيع الرجوع إلى المنصة التعليمية لمشاهدة المواد المرئية والأنشطة والتقييمات للاستفادة مما وضع لكم بشكل أكبر. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها هذا الأسبوع. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة.
طبتم وطاب يومكم بكل أمل وحب.